ويكي بودكاست، سلسلة بودكاست حول ويكيبيديا ومجتمع ويكيميديا. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم معنا اليوم في البودكاست الشهري ويكي بودكاست، البودكاست الذي يلقي نظرة على عالم ويكيبيديا الموسوعة الأكبر في تاريخ البشرية. في كل حلقة سنتعرف وإياكم على موضوع جديد، برنامج جديد، وأعضاء جدد. الحلقات ستكون بلغات ولهجات متعددة كاللغة العربية واللغة الأمازيغية والدارجة المغربية. أنا لبنى أيت أماس، عضوة بمجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب. في حلقة اليوم سنتعرف على مشروع تعريب الرياضيات على ويكيبيديا من خلال الحوار مع السيد محمد مختاري. قبل أن نعطي انطلاقة الحلقة، أود أن أشكر مستمعين الأفاضل على رسائلهم الجميلة وعلى دعمهم المتواصل لنا، ونتمنى أن نكون دائما عند حسن ظنكم. دون مزيد من التأخير، دعوني أقدم لكم ضيف اليوم لبرنامجكم ويكي بودكاست، السيد محمد المختاري. هو خريج الأقسام التحضيرية بفاس سنة 93-900 و1000، بعدها درس بالمدرسة العليا للمعلوميات وتحليل النظم بالرباط في دفعتها الثانية سنة 96-900 و1000، بعدها توجه لفرنسا سنة 2000 حيث يعمل كمهندس معلوميات بمدينة باريس. سيد مختاري، مرحبا بك. مرحبا بك وشكرا لكم على استدعائكم لي. أهلا بك سيد مختاري. هل يمكنك سيد مختاري أن تحدثنا عن علاقتك مع الرياضيات، ولماذا فكرت في تعريب الرياضيات؟ ما قدمتيني يعني في هذه المقدمة الجميلة. يعني أنا درست الأقسام التحضيرية للمهندسين، وهو يعني بشكل كبير يعني تعتمد على الرياضيات. وفي يعني أنا شخصيا يعني درست الرياضيات إلى حدود البكالوريا باللغة العربية، ويعني في أثناء الأقسام التحضيرية للمهندسين يعني كانت دراسة باللغتي الفرنسية. من بعد في الوقت اللي يعني بعد تخرجي ويعني دراستي في المدرسة العليا لمعلوميات وتحليل النظم باللغة الفرنسية، ويعني بعد ذهابي إلى فرنسا سنة 2000 يعني إلى سنة 2000 يعني كنت أعتقد خطأ بأن اللغة العربية قد ماتت يعني، ولكن يعني فيما بعد يعني حوالي ربما مع الربيع العربي وهكذا يعني تبين لي بأن اللغة العربية لم تمت. وفي يعني في هذه الفترة يعني حوالي 2010 أو 2011 رجعت إلى اللغة العربية رجوعا، ورجعت إلى يعني المسألة التي أحب أكثر هي يعني الرياضيات. وويكيبيديا منحتنا هذه الفرصة، ويعني هي يعني كثير من الاستفادة، ويعني مسألة شيقة يعني الرجوع إلى اللغة العربية والرجوع إلى الرياضيات، يعني كما يقال عصفورين بحجر، يعني في نفس الوقت أرجع إلى العربية وفي نفس الوقت أرجع إلى الرياضيات وأجمع بينهما في ويكيبيديا العربية. وهو عمل شيق ويعني مفيد ومفيد للآخرين، وأيضا أنا أيضا استفدت يعني كما سنرى في خلال هذه الحلقة. نعم سيد مختاري، هذا واضح بشكل كبير عليك وعلى شخصيتك، فأجد أنك مصر على تدريس الرياضيات باللغة العربية متجاهلا ما حصل من فرنسة تدريس العلوم، وكأنك تبث رسالة بأن اللغة بريئة من هذا التحول، واللغة الأم وسيلة فعالة للفهم. كيف ذلك؟ وهل تجد إقبالا من طرف المشاهدين؟ هنا أقصد قناتك عبر اليوتيوب. جيد. إذن أنا يعني شخصيا يعني من خلال مساهمتي في ويكيبيديا العربية يعني أتجاوز يعني عدد المقالات التي كتبت، يعني يصل إلى حدود 1000 مقالة، معظمها في مجال الرياضيات.
لم أجد يعني بأن المشكل في اللغة العربية، لم أجد نهائيا أن المشكل في اللغة العربية، المشكل في النص الذي يحيط بالرياضيات، بالصيغ العمل في على الرياضيات. هو ليس عمل يعني 100% في الرياضيات، وإنما هو عمل لغوي. يعني على سبيل المثال، يعني عندما أفتح مقالا باللغة الإنجليزية على الرياضيات، هناك نص يحيط بتلك الصيغ، وهناك تاريخ، وهناك أشخاص، وهناك حياة، وهناك يعني هناك مجموعة من المسائل، والرياضيات هي جزء من هذه المسائل. يعني الصيغ الرياضية هي جزء من هذه المسائل، والجزء الأكبر هو لا أعتقد هو الجزء اللغوي. الجزء اللغوي، إذن عندما نترجم الرياضيات إلى اللغة العربية ليس هناك مشكل في ليس هناك مشكل في الصيغ. الصيغ نأخذها كما هي، نأخذها باللغة الإنجليزية ونطرحها إلى في باللغة العربية كما هي، ولكن النص الذي يحيط تلك الصيغ هو نص مكتوب باللغة الإنجليزية أو مكتوب باللغة الفرنسية، وينبغي أن يترجم يعني ينبغي أن يترجم إلى اللغة العربية، وليس هي عملية رياضية، وإنما هي عملية لغوية. ويعني هذا سبب يعني أن اللغة العربية هي شيء مهم جدا. يعني لا يمكن أن نلغي اللغة العربية. بالنسبة لي مغربي لا يمكن أن ألغي اللغة العربية. ويعني المسألة الثانية هي أنا شخصيا لا أرى تعارضا بين يعني الدراسة بين اللغة العربية واللغة الفرنسية، لأنه كما قلت الذي يدرس باللغة العربية يدرس باللغة الفرنسية، والذي يدرس باللغة الفرنسية الذي يدرس باللغة العربية، والذي لا يدرس بالعربية لا يدرس شيئا، والذي لا يدرس بالفرنسية لا يدرس شيئا. إذن اللغة العربية هي الهوية، وليس هناك تعارض. يعني أنا مصاب يعني أنا أطلب يعني من هذا التلميذ غير يعني أطلب منك أن تدرس، حتى إذا درست باللغة الفرنسية فلا بأس، يعني المهم كما يعني، ولكن لا تنسى يعني اللغة العربية. لا يمكن أن أقصي اللغة العربية من الهوية المغربية. والرياضيات هي يعني جزء مهم، علم مهم يعني أيضا، ويعني ينبغي أن نجمع بين الموضوعين، يعني في نفس الوقت العربية وفي نفس الوقت الرياضيات. شكرا لك أستاذ المختاري، صراحة أتفق معك 100%، لأن الإنسان يجب عليه أن يفتخر بثقافته وبلغته، وأن بالنسبة لي شخصيا العلوم يمكن أن تدرس بجميع اللغات، كما يتم تدريسها باللغة الفرنسية يمكن أن تدرس بالإنجليزية وبالعربية، وأن مجموعة من العلوم انبثقت من العرب، فأنا أتفق معك 100%. الآن أريد أن أسألك سيد مختاري حول، يعني أنت شعارك على ويكيبيديا هو قليل ولكنه ناضج، وهو شعار عالم الرياضيات الألماني الكبير غوس، لماذا اخترته وكيف يمثلك؟ أنا يعني اخترت هذا الشعار يعني ربما 10 سنوات يعني من الآن، ربما اخترته سنة 2013 أو 2012، لم اختره في سنة 2023، ولا زلت أؤمن به يعني إلى حدود اليوم، لأن كارل فريدريك غوس يقال أن يعني عالم الرياضيات الألماني كارل فريدريك غوس هو عالم كبير، توفي سنة 1855، يقال بأنه لو نشر جميع العلوم جميع النتائج التي وصل إليها لسار بالرياضيات إلى الأمام 50 سنة. يعني عالم الرياضيات يعني كان يكتب يعني لا ينشر شيئا إلا إذا كان متأكدا من أنه يعني صحيح 100%، لأن كما قبل أن نتحدث عن أساسيات التحرير في ويكيبيديا ينبغي أن نتحدث عن أخلاقيات التحرير في ويكيبيديا. يعني على سبيل المثال، يعني أطرح مثالا بسيطا، يعني صناع تقليديين في المغرب أو في غير بلاد المغرب يقومون بعمل جيد يعني باللغة الفرنسية، يعني تخفيض كاليتي، ويعني المعلم يقوم بعمل جيد، والفلاح يقوم بعمل جيد، والمحرر في ويكيبيديا لا يقوم بعمل جيد. يعني هذه مسألة لا ينبغي أن تكون يعني مطروحة. يعني المحرر ينبغي أن يكون له عمل جيد، لأن يعني هو كما قلت أخلاقيات التحرير في ويكيبيديا هو نوع من الحب نحو ذلك التلميذ الذي يعني ذهب إلى المدرسة بمحفظته الثقيلة، وتأتي أنت وتحرر في ويكيبيديا وتعطيه معلومات وتعطيه جملة لا تحترم قواعد اللغة العربية. يعني هذا غير منطقي. يعني أنا يعني هذا هو السبب الذي جعلني أؤمن
بهذه المقولة لكارل فريدريك غوس، وباللاتينية يقال يعني تترجم بباوكا سيد ماتورا، وباللغة العربية قليل ولكنه ناضج. يعني في هذا الإطار على سبيل المثال أنا يعني لا أتفق نهائيا مع ترجمة الآلية، لا أريد نهائيا أن أعطي ترجمة آلية إلى في ويكيبيديا العربية، لا أريد نهائيا. وأفضل أنا يعني على سبيل المثال أفضل أن يكون المقال غير مكتوب في ويكيبيديا العربية على أن يكون مكتوبا بالترجمة الآلية. وأعطي مثالا على ذلك، يعني أن رواية لكاتب فرنسي مشهور في القرن 18 فولتير، وروايته هي كانديد، روايته تسمى كانديد، وهي رواية مهمة يعني من حيث الفلسفة الغربية، يعني من أجل أن تفهم الفلسفة الغربية ينبغي أن تقرأ يعني كانديد، يعني فيما يتعلق بمسألة التفاؤل ومسألة يعني القضاء والقدر ومسائل مهمة جدا، حين كان يتناقش يعني فولتير وجون جاك روسو، ويعني كان يناقشان لايبنيتز، فلسفة لايبنيتز عالم الرياضيات الألماني والفيلسوف لايبنيتز. وكتب فولتير هذا الكتاب الذي يسمى كانديد، وفي نهاية المطاف يأتي شخص ويترجم ويعطي ترجمة آلية في ويكيبيديا العربية لهذا المقال، في هذا المقال المهم، وهي ترجمة آلية غير قابلة للقراءة. يعني أنا يعني عملت فيها بعض الشيء، ويعني حذفت فقرات، لم أحذف المقال بطبيعة الحال، وإنما حذفت فقرات كاملة لأن فيها الترجمة الآلية. إذن الأساس يعني جودة المعلومات التي أكتب، وهي مسألة مهمة في أثناء التحرير في ويكيبيديا. وكما قلت في سابقا، ليس هناك ليس من أجل النجاح، من أجل النجاح ليس هناك مسعد آلي، ليس هناك مسعد آلي، وإنما هناك السلم فقط باللغة الفرنسية pour réussir il n'y a pas d'ascenseur il y a que des escaliers. نعم أستاذ، وهنالك مقولة أخرى تقول أن العمل الجاد هو اسم آخر للمعجزات. سيد مختاري، لما دخلت إلى صفحتك وجدت أنك قمت بإنشاء ما يقارب 900 مقالة، وحصلت على وسام 10,000 تعديل، عدد هائل من المقالات والتعديلات. هل يمكنك أن تحدثنا أكثر عن كيفية انتقائك للمواضيع وكيف استطعت الوصول إلى هذا العدد؟ جيد، هذا سؤال يعني مهم. يعني في حوالي سنة 2012 يعني أنا ابتدأت بالتعديلات البسيطة، وقلت يعني كما الناس ينشرون ويكتبون حتى أنا أنشر وأكتب، ويعني على الأقل أعدل التعديلات البسيطة. ويعني بحكم مهنتي، يعني أنا مهندس معلوميات، إذن أنا مبرمج، يعني في عملية اليومية أنا أعمل في البرمجة، يعني أكتب برامج. ويعني عندما دخلت يعني لو كتبت هناك التحرير المرئي والتحرير بالمصدر، وأنا يعني أعمل بتحرير بالمصدر، يعني لأن هناك تقارب بين التحرير بالمصدر والبرمجة اليومية، البرمجة التي أعمل فيها في عملي اليومي. إذن أنا شخصيا ابتدأت بالتعديلات البسيطة، لأن كما يقال المسائل البسيطة هي يعني تصنع المسائل الأكثر تعقيدا والأكثر يعني ذات الحجم الكبير. يعني ينبغي أن نبتدي بالمسائل البسيطة. إذن هذه هي المسألة الأولى، يعني ابتدأت بالتعديلات البسيطة. على سبيل المثال يعني على الأقل يعني تعديلات لغوية، على سبيل يعني كما قلت يعني في ويكيبيديا خبر كان يعني ينبغي أن يكون منصوبا، ولكن في ويكيبيديا العربية يعني قد تجد الكثير من المقالات حيث خبر كان غير منصوب. يعني أنا أصحح على سبيل المثال هذه المسألة. في الرياضيات أنا أعمل يعني طريقة عمله أنني أترجم من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية. عادة قد يكون المقال يعني غير موجود في ويكيبيديا العربية وأضيفه، قد يكون موجودا وأضيفه. يعني العمل في الرياضيات هو عمل يعني كبير، يحتاج إلى كثير من الجهد، يعني ليس عملا بسيطا، يعني لأن يعني ينبغي أن تنقل الصيغ، ينبغي أن تنقل التواريخ، ينبغي أن تصنع الروابط الداخلية والروابط الداخلية. شخصيا أنا لا أضيف المراجع كثيرا، ولكن يعني أنا أترجم من ويكيبيديا الإنجليزية، هذا هو يعني عملي في ويكيبيديا العربية. قليلا
ما أترجم ما أعمل في ويكيبيديا غير العربية على سبيل المثال. يعني ربما يعني عندي مقال واحدة أو مقالان في ويكيبيديا الفرنسية وفي ويكيبيديا الإنجليزية، وجميع عملي هو في ويكيبيديا العربية. ربما لأن الناس يعني المترجمون يعني عادة ما يترجمون، يقال أن المترجمون عادة ما يترجمون نحو لغتهم الأم. أنا لغتي الأم هي اللغة العربية، ولم أنسى اللغة العربية، واللغة العربية هي يعني لغة جميلة جدا، ويعني لغة قوية، وليس هناك صعوبات. يعني لا، يعني اللغة العربية بريئة من تلك الصعوبات. يعني ربما هناك بعض الترجمات يعني في الرياضيات، المصطلحات في الرياضيات التي يعني يصعب ترجمتها. أنا يعني على سبيل المثال عندما أرى مقالا يحتوي على مصطلحات لا أستطيع أن أترجمها، فإنني يعني أترك ذلك المقال. وهناك العديد من المقالات التي تركتها يعني مع الأسف. ولكن يعني بحكم أنني درست الرياضيات باللغة العربية، رجعت إلى تلك المصطلحات التي درسناها في أثناء دراستنا يعني في الرياضيات باللغة العربية، واستعملتها كثيرا. يعني الكثير من المقالات يعني لم يعني مكتوب يعني سبق لها أن كتبت، يعني لم يعني المواضيع المشهورة هي مكتوبة في ويكيبيديا. ولكن هذا مبدأ يعني عمومي، يعني أن الموضوع الذي تريد أن تكتب فيه في ويكيبيديا هذا مبدأ عام. الموضوع الذي تريد أن تكتب فيه في ويكيبيديا هو يعني احتمال كبير أن يكون قد كتب، ولكن الصعوبة هي في أن تضيف على شيء قد كتب. يعني هو عمل إضافي يتطلب منك أن تقرأ ما كتب، وينبغي أن نقرأ ما كتب، يعني لأن الهدف احتمال كبير أن المقال قد بأن المقال يحتاج إلى إضافة، يحتاج إلى إغناء، لأن ليس جميع المقالات التي كتبت هي مقالات كاملة، ويعني ربما 95% أو أكثر من ذلك هي مقالات غير كاملة رغم أنها موجودة. عادة يعني أطبع المقالات باللغة الإنجليزية وأطبعها باللغة العربية، وسرعان ما أقرأ المقال باللغة العربية يعني وأنهيه في دقائق معدودات. ويكيبيديا والمقال في ويكيبيديا الإنجليزية يستغرق منك 5 أيام من أجل أن تدرسه كاملا. إذا رغم أن المقالات مكتوبة فإن هذا باللغة العربية، فهذا لا يعني بأن المقالات مكتوبة كاملة. نعم أستاذ، هنا فقط أريد أن أسألك في نفس الإطار، كما قلت أنه هنالك مجموعة من المقالات التي يجب زعما أن نعمل عليها وأن نقوم بترجمتها، يعني هنالك العديد من المقالات، وكلما فكرت في موضوع إلا ووجدت أن هنالك مقالة عنه، وأن الصعب هو أن تضيف معلومات عن تلك المعلومات المتواجدة أو أن تقوم بتعديل هذه المعلومات. هنا أريد أن أسألك، عجلة العلوم هي دائما في دوران وتتجدد، هل أنت مواكب لها؟ قلت أن العمل في ويكيبيديا يؤدي بك إلى يعني تطلع على المواضيع الجديدة. يعني كما قلت يعني أنا خطأ كنت أعتقد بأن الرياضيات قد بأن اللغة العربية قد ماتت في حوالي سنة 2010 وهذاك شيء، ولكن يعني فيما بعد تبين لي بأن اللغة العربية قد لم تموت، أنها لا زالت حية. والمسألة الثانية التي كنت أعتقدها بأن العلوم قد توقفت، بأن العلوم قد توقفت، وبأن يعني كل العلوم التي ندرسها الآن هي يعني علوم قد وضعت وقد انتهينا منها، والأمر حسم، وكما يقال باللغة الفرنسية لاميس إديت، يعني أن كل شيء حسم فيه، وليس هناك يعني من شيء يقام به الآن. وهذه المسألة يعني تبين لي من خلال مشاركاتي في من خلال يعني مساهمات في التحرير في ويكيبيديا، تبين لي بأن العلوم عجلة العلوم لم تتوقف، وبأن الرياضيات لم تتوقف، وبأن على سبيل المثال يعني هناك يعني مبرهنات قديمة جدا برهن عليها في سنة 1995، مبرهنة فيرما الكبرى، ويعني مبرهنة أخرى حدثية كاتالان برهن عليها سنة 2002 عالم رياضيات روماني، وحدثية أخرى يعني تسير في اتجاه نحو حدثية جولدباخ، لا تسير في اتجاه مبرهنة الأعداد الأولية التوأم برهن عليها سنة 2013،
ويعني بأن يعني من خلال ويكيبيديا عجل يتبين لك أن عجلة العلوم غير لم تنتهي بعد، وإنما هي ما تزال تدور. ولو طلب مني أن يعني أن أعطي لائحة المواضيع غير المحلحلة يعني بعد في الرياضيات لا كانت أطول بكثير من لائحة المواضيع التي يعني حلت، يعني بأن الناس يعملون، يعني الناس لا يزالون يكتبون. وأشير إلى مسألة هي أن يعني أهديت من طرف ويكيبيديا مؤخرا أو من طرف ويكيميديا مؤخرا أهديت يعني أعطي لي ولوج مجاني إلى مجموعة من المجلات الإلكترونية، ويعني ربما أحسن هدية، يعني كنت أنتظر أحسن هدية يمكن أن أحصل عليها هي هذه الهدية، هدية الولوج المجاني إلى مجموعة من المواقع الإلكترونية والمجلات العلمية العالمية، ويعني أخذ منها المقالات يعني بفضل ويكيبيديا يعني أصبح لدي هذا الولوج، وأصبحت أخذ المقالات في مجال الرياضيات. ومن خلالها على سبيل المثال قرأت مقالا يشير إلى أن عالم صيني برهن سنة 2013 على مسألة يعني تسير في نحو 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 اتجاه البرهان على ما يعرف بمبرهنة الأعداد أو حدسية الأعداد الأولية التوأم، وهذه المسألة كانت سنة 2013 وليست قديمة جدا. وعجلة العلوم يعني لم تتوقف وإنها ما تزال تسير، ولكن على الأقل يعني ليس من المنطقي أن ندرس العلوم علوم القرن 21 ونحن لم نطلع بعد على العلوم التي كانت خلال القرن 18، ولم نطلع بعد على علماء القرن 18، ولم نطلع بعد على يعني ينبغي هذا ربما هذا المسألة هي أن ويكيبيديا من خلال ويكيبيديا تبين لك أن عدد كمية الأعمال التي لديك هي كمية كبيرة ولا تنتهي، لا تنتهي، العمل لا ينتهي في هذا المجال، عمل ثقافي وعمل تاريخي وعمل علمي وعمل لا ينتهي نهائيا، ويعني كبير جدا. أستاذ المختار صراحة أحييك على هذه الدينامية وعلى حبك لنشر المعلومات وتقاسمها مع القراء ومستخدمي ويكيبيديا. هنا أريد أن أسألك، أنت غزير الإنتاج وغزير العمل، كيف توازن بين عملك الخاص وبين العمل على ويكيبيديا، وهل هناك تقاطعات بينهما؟ لا، هذه المسألة يعني هي مسألة مهمة جدا، وأتوجه بها إلى جميع الطلاب، يعني جميع التلاميذ والطلاب، وأشير إلى يعني حكمة تقال هنا في فرنسا، يعني يقال ce n'est pas en faisant de la recherche sur la bougie que nous avons inventé l'électricité. أترجم، ليس بالقيام بالبحث حول الشمعة اكتشفت الكهرباء. الكهرباء اكتشفت يعني بمعزل عن الشمعة، لم يكن العلماء الذين اكتشفوا الكهرباء لم يكونوا يفكروا في الشمعة، وإنما كانوا يفكرون في الكهرباء من أجل الكهرباء، ولكن أعطتهم تطبيقا هو المصباح، أعطت تطبيق المصباح. ويعني يعني أشير أيضا إلى مقال إلى قولة أخرى إلى كاتب فرنسي يسمى ميشلي، كاتب فرنسي يعني عاش خلال القرن 19، يقول ميشلي أنه جمع الأوراق قبل أن يجمع الأفكار، جمع الأوراق قبل أن يجمع الأفكار. ومعنى هذا الكلام هو أنه كان يعمل عندما كان طفلا، كان يعمل في مطبعة، وبعد ذلك يعني صار كاتبا، يعني كاتبا مشهورا، عاش خلال القرن 19. وقال هذا الكاتب أن الجسم، أن جسم الإنسان نأكل الخبز ونأكل الخضر ونأكل الفواكه ونأكل اللحم، ولونها ليس بأحمر، لون هذه المأكولات كلها ليس باللون الأحمر، ورغم ذلك الجسم يصنع بها الدم، والدم لونه أحمر. إذن الفكرة التي أريد أن أقدمها هي أنك تدرس الرياضيات ولا تدري لماذا تدرسه، ولا تدري ما هي التطبيقات التي تأتي من الرياضيات، ولكن يعني ستستعمله يعني يوما أو لابد أنك ستستعمله، على الأقل ستستعمله في المعلوميات. على سبيل المثال أنا درست الرياضيات ولم أندم نهائيا أنني درست
الرياضيات وأستعمله حاليا في المعلومات في يعني في كل يوم، وبفضله يعني أكسب قوت يوم أكسب يعني ل... ل... يعني أعمل يعني أنا لدي عمل في فرنسا، يعني لم أعاني من مشكل، يعني خلال 20 سنة لم أعاني من مشكل، 20 سنة في وجودي أو أكثر من ذلك في فرنسا لم أعاني من مشكل البطالة، لم أعاني من مشكل البطالة. وينبغي أن تدرس، ينبغي أن تدرس، و يعني كما قلت يعني كما تماما كمشكلة الطعام الذي لونه ليس بأحمر والجسم يصنع منه دما لونه أحمر، ليس هناك تقاطعات يعني مباشرة وبديهية بين ويكيبيديا وعملي اليومي، ولكن يعني ليس بعيدا. يعني المسألة التي أريد أن أقولها هي أن العمل في ويكيبيديا عمل كبير جدا، يعني أنا بدأت بالرياضيات، ولكن هذا لا يعني بأن ليس هناك مواضيع أخرى فيها العمل أيضا. يعني على سبيل المثال يعني ترجمة المعلومات هي يعني هو مجال خصب، يعني لم يترجم المعلومات لم تترجم بعد إلى اللغة العربية، يعني وجميع العلوم التي توجد فيها المعلومات لم تترجم بعد إلى اللغة العربية. و يعني أنا يعني لا يمكن أن تكون كما يقول الفرنسيون في دون لو فور اي لو مولا، لا يمكن أن تكون في الفرن وتكون في المطحنة في آن واحد، ينبغي أن تختص في موضوع واحد، يعني لا يمكن أن تكتب جميع الموضوعات، يعني تكتب موضوعا واحدا. والتقاطعات يعني بين العمل اليومي وبين ويكيبيديا غير موجودة، ولكن لا أبالي أنا رغم أنها غير موجودة ولكن أستمر، وهي ربما هي موجودة بشكل غير مباشر، يعني لأن نفس العقل الذي أكتب به في ويكيبيديا ونفس العقل الذي أحرر به هو العقل الذي أذهب به إلى العمل، وهو نفس العقل الذي يمكنني من كسب قوتي يومي كما يقال. نعم أستاذ المختاري، إذن يمكن القول أن العمل في ويكيبيديا هو هوايتك المفضلة، يمكن القول ذلك ياك، أليس كذلك؟ لا ليس هواية، لا 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 أنا لا أتفق مع هذا التقييم، لأن ليس هواية، هو أكبر من ذلك بكثير، هو هدف في ربما هدف في الحياة هو أن تكون العلوم مكتوبة في باللغة العربية. العلوم ينبغي أن يعني الرياضيات على في في فيما يخصني ينبغي أن تكون مكتوبة في العربية. الهواية لا تبذل من خلال فيها جهدا كبيرا، أنا أبذل جهد يعني بذل ربع مع الأسف يعني في هذه الأيام ربما أكتب قليلا، ولكن يعني فيما قبل يعني كنت أبذل جهدا كبيرا، ولا المسألة تتجاوز الهواية بكثير، هي ليست مسألة هواية وإنما هي مسألة ربما يعني مسألة حياة أو موت، يعني ربما يعني ربما مسألة هوية، ربما هي أيضا يعني مسألة كبيرة، يعني مش مسألة هوية أقوم بها عندما يكون لدي وقت. لا 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 ليس هذا النموذج الذي أعطيه لعملي في ويكيبيديا، وإنما قلت أن يعني حضارة ربما هو أنا يعني أدخلها في إطار كما أنني يعني أعمل مع يعني من أجل بناء حضارة عربية وحضارة مغربية، يعني وتمر هذه الحضارة من خلال كتابة الرياضيات باللغة العربية. ويعني أضيف يعني إلى مسائل أخرى، يعني على سبيل المثال علماء الرياضيات القدامى العرب يعني في الفلك وفي الرياضيات هي يعني مجال خصب أيضا ينبغي أن يعمل فيه. على سبيل المثال يعني كما عندما أذكر كوبرنيك الذي جاء بنظرية مركزية الشمس، ليس يعني ضد نظرية مركزية الأرض. كوبرنيك سنة 1543 جاء بنظرية مركزية الشمس بأن الكون يدور حول الشمس، يعني هذا هو تأثر بها علماء الرياضيات العرب والعلماء الفلك العرب. هذه هي المسائل ينبغي أن نرجع إليها، يعني هي ليس هي مسائل بسيطة وإنما هي مسائل كبيرة جدا، وينبغي أن تدرس وينبغي أن تربط بالعلوم في شكلها الحالي. ويعني ليس أنا لا يعني مع الأسف يعني أرفض هذا المصطلح، هي ليست مسألة هواية وإنما هي مسألة هوية.
نعم، شكرا أستاذ المختاري. هنا لديكم غيرة كبيرة على اللغة العربية والمغربية إن صح القول، وهذا ما ألاحظه من خلال كتاباتك ومن خلال الحديث أيضا معك ومن خلال صفحتك على ويكيبيديا. فمثلا أنت تعارض استعمال كلمتين محور السينات ومحور الصادات التي يستعملها المشارقة للتعبير على محوري الأفاصيل والأراتيب. ما الفرق بين الترجمتين؟ شكرا لك. هذه مسألة يعني ربما أن يعني هو مثال ولكنه يخفي مسألة مهمة جدا، هي مسألة تعريب الصيغ، مسألة تعريب الصيغ. أنا شخصيا أرفض تعريب الصيغ، تعريب الصيغ على سبيل المثال يعني أقول إكس زائد إيكس يساوي زد، يعني هذا الفرنسي يفهمها والكوري الجنوبي يفهمها والصيني يفهمها والياباني يفهمها، إذا ولكن إذا كتبت ألف زائد باء يساوي جيم فإن المغربي يفهمها والمصري يفهمها ولكن لن يفهمها الصيني ولن يفهمها الكندي. إذا أنا شخصيا يعني أفضل الإبقاء على صيغ الرياضيات كما هي، يعني نقي صيغ الرياضيات كما هي، إكس زائد إيكس يساوي زد بدلا من ألف زائد باء يساوي جيم. ويعني في هذا الإطار يعني محور الأفاصيل هو المحور الأفقي، ومحور الأراتيب هو المحور العمودي، وفي دول بعض من الدول العربية يعني ترجمت هذين المحوران، ترجم إلى محوري السينات والصادات، لأن إكس ترجم بها اللغتية في اللغة العربية بسين، والإيغريك ترجم بصاد، وإذا المحور الأفاصيل هو محور ديزيكس، إذا محور السينات جمع سين، ومحور الأراتيب هو محور الصادات وجمع صاد. ويعني بما أنني يعني لا أتفق مع ترجمة الصيغ، فإنني لا أتفق أيضا مع هذين الترجمتين بشكل خاص، وأعتبر يعني عموما أعتبر بأن الترجمة المغربية للرياضيات هي ترجمة جيدة، يعني تحس أنا يعني مؤخرا يعني في السنوات القليلة القادمة يعني اشتريت كتاب الرياضيات في السنة السابعة باللغة العربية، وهو يعني وجدت فيه من تاريخ الرياضيات يعني صفحة واحدة في كل درس، وأحسست يعني استنتج بأن هذه الصفحات هي صفحات غير كاملة، يعني صفحات يعني لأنها صفحة واحدة في صفحات التاريخ، ولكنني استنتجت بأن يعني نوع من الإخلاص يعني لدى هؤلاء الأشخاص الذين ألفوا ذلك الكتاب، يعني نوع من الإرادة أنهم يعطوا ما للتلميذ يعني معلومة جيدة. ويعني أنا عندما كنت أدرس الرياضيات يعني عندما كنت في الثانوي كنت أعتقد خطأ بأن التاريخ غير مهم، وربما يعني حتى لو كان عندي ذلك الكتاب يعني في تلك السنوات ربما لم أكن أقرأ تلك الصفحة التي تتحدث عن التاريخ، لأنني كنت أعتقد خطأ بأن الرياضيات هي صيغ إكس زائد إيكس يساوي زد فقط، وليس هناك شيء آخر بدلا من ذلك، وليس هناك دراسة لأسباب تلك النظريات، وليس هناك دراسة لتطبيقات تلك النظريات وهكذا. إذن أنا أرفض يعني ترجمة محور السينات ومحور الصادات، وأعتقد بأن الترجمة المغربية هي ترجمة جيدة، وهناك اختلافات طفيفة بين الترجمة المشرقية والترجمة المغربية للرياضيات، هناك اختلافات طفيفة، وأذكر على سبيل المثال يعني الأعداد العقدية، عندما تجد في ويكيبيديا شخصا يكتب الأعداد عدد عقدي أي باللغة الفرنسية النومبر كومبلكس، فيعني احتمال كبير أن يكون مغربيا، لأن المشارقة يسمونها أعدادا مركبة، والمغاربة يسمونها أعدادا عقدية. ويعني أنا يعني قد أستعمل يعني ترجمة الأعداد المركبة، وفي بعض الأحيان قد أستعمل يعني ترجمة الأعداد العقدية، وكلا الترجمتين صحيح، يعني ليس هناك لبس، ليس هناك مشكل، بينما محور السينات ومحور الصادات هناك مشكل يعني. ولهذا السبب يعني في 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 يعني في أحد
في احدى الفرص، يعني انا كتبت مقالا في فيما يتعلق كتبت فقره في 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 مقال يتعلق بالمعادلات من الدرجه الثالثه، ويعني كتبت فيه يعني اشرت فيه الى محور الافاصيل ومحور الاراتيب، وجاء شخص يعني حذف لي محور الاراتيب ومحور الافاصيل وعوضهما بمحور السينات ومحور الصادات، وقال لي بان محور السينات ومحور الصادات محور الافاصيل ومحور الاراتيب هي ترجمه تعتمد فقط في المغرب، وبان الدول الاخرى تعتمد ترجمه محور السينات ومحور الصادات. ويعني قلت له بان على الاقل يعني احشم شويه لانك لست انت من كتبت هذه الفقره، لأن أكتب الفقرة كاملة وأكتب فيها ما تريد، على الأقل يعني احترم ذلك الشخص الذي كتب، بذل جهدا كبيرا ورأى بأن ترجمة الأفاصيل وترجمة الأراتيب هي ليست بترجمة غير صحيحة، إنما هي ترجمة صحيحة، لماذا تغيرها؟ يعني هذه يعني فكرة عامة، أنا لا أريد حتى إذا كنت أكون يعني محررين، لا أريد أن أكون محررا على سبيل المثال ينتظر الأشخاص الآخرين يحرروا ويأتي هو يضيف الفاصلة أو يضيف النقطة الفلانية أو يضيف بعض التفاهات ويضيف بعض المسائل الجزئية والهامشية، وإنما أريد أن أكون محررا يحرر. هذا هو التعريف للمحرر، المحرر يحرر يعني يكتب. شكرا لك أستاذ محمد. هنا فقط عندما ذكرت كتاب الرياضيات للسنة الأولى إعدادي، صراحة عندما كنت أدرس يعني في الأيام الثانوية كنت أحب أن أقرأ الصفحة الأولى من كل درس، كنت أستمتع وأنا أقرأ التاريخ أو أقرأ تاريخ الرياضيات أو يعني أقرأ عن عالم ما، ربما هي مجرد صفحة كما قلت ومجرد أسطر، لكن بالنسبة لي كانت تأخذني من ذلك العالم المجرد والمليء بالأرقام إلى عالم آخر مليء بالحروف، وأجد أن هنالك تناغما، وكنت أحرص على قراءة تلك الصفحات بالرغم من أنها قليلة، ولكن بالنسبة لي كانت غنية في ذلك الوقت. هنا أريد أن أطرح عليك سؤال يصب في نفس الموضوع، هل تقتصر في عملك على الرياضيات فقط؟ لأنه من الشائع لدينا الآن أن هناك تنافر أو تباعد بين الرياضيات والأدب وكل ما يتعلق باللغة. هنا هذا السؤال أخذته من خلال يعني الحوار مع مجموعة من خصوصا التلاميذ، أجد أن هنالك دائما تفرقة ما بين تلاميذ ذو الشعب الرياضية أو الشعب العلمية مقارنة مع الشعب الأدبية، نلاحظ أن هنالك تنافرا بينهم، ولاحظ خصوصا أن تلاميذ العلوم لا يقرؤون الأدب ولا يهتمون باللغة، فما رأيك في هذا الموضوع؟ هي يعني كما قلت، يعني أنا أدعو جميع التلاميذ وجميع الطلبة الذين يستمعون إلينا، أدعوهم إلى يعني بدأ يعني تحرير في ويكيبيديا، يعني أن يفتحوا حسابات في ويكيبيديا وأن يبدأوا في التحرير ويبدأوا بالتحريرات البسيطة، يعني على كما قلت يعني أنا جئت إلى ويكيبيديا من أجل أن أعمل في الرياضيات، وعملت في الرياضيات وحتما يعني صارت بي المسائل إلى ما يتجاوز الرياضيات، وصارت بي إلى في بداية الأمر يعني صارت إلى تاريخ الرياضيات، وصارت بي إلى العلماء الذين يعني عاشوا، وصارت بي إلى تطبيقات الرياضيات، ولكن أيضا ستسير بك يعني التحرير في ويكيبيديا سيسير بك في إلى مسائل أخرى. على سبيل المثال أنا سارت بي هذا التحرير إلى الاهتمام بالأدب العالمي، وسار بي إلى الأدب العالمي يعني الأدب الفرنسي، أو يعني على سبيل المثال أذكر في هذا السياق كاتب فرنسي عاش خلال القرن الثامن عشر الذي يسمى ديدرو،
والفكرة التي أريد أن أقولها هو أن ديدرو يعني عامل في كتاب يسمى الموسوعة، يسمى لونسيكلوبيدي باللغة الفرنسية، وبأن ديدرو كان يعني يعمل معه عالم رياضيات اسمه جون لوغون دالومبير. جون لوغون دالومبير هو عالم رياضيات وكتب مقدمة الموسوعة. إذن رغم أن هو عامل في الرياضيات، وإنما هو كاتب، يعني كتب باللغة الفرنسية. أنا أطلب من هذا التلميذ الذي يعتقد بأن الرياضيات ستكفيه وستغنيه عن العلوم الأخرى والآداب واللغة، أطلب منه أن يكتب سطرا، يعني أن يكتب جملة، وأن يتبين له أن المسألة ليست سهلة. يعني وأقول له مسألة أخرى، بأن علماء الرياضيات الذين أعرف، يعني على سبيل المثال أولر، ليونار أولر عالم رياضيات سويسري كبير، وكارل فريدريك غوس عالم رياضيات ألماني، وجون لوغون دالومبير عالم رياضيات فرنسي، وصوفي جرما عالمة رياضيات فرنسية أيضا، كانوا متمكنين من اللغة، أعود إلى يعني وأضيف يعني ديكارت على سبيل المثال، يعني كتب باللغة اللاتينية وكتب باللغة الفرنسية، كارل فريدريك غوس كتب باللغة اللاتينية، وكان الفرنسيون يعني على سبيل المثال صوفي جرمان التي كانت فرنسية كانت تقرأ كتب كارل فريدريك غوس الألماني، لأن كارل فريدريك غوس لم يكن يكتب باللغة الألمانية وإنما كان يكتب باللغة اللاتينية. وأن كارل فريدريك غوس قال بأن له من القراء في فرنسا ما ليس له يعني في ألمانيا، لأنه كان يكتب باللغة اللاتينية. ويعني كارل فريدريك غوس على سبيل المثال درس اللغة الروسية، لأنه يعني كان يريد أن يطلع على الانتقادات التي تعرض لها التي كان سيتعرض لها أو تعرض لها عالم رياضيات روسي يسمى لوباتشيفسكي، لأنه قدم مفهوم الهندسة غير الإقليدية قبل ريمان وقبل هنري بوانكاري. كان عالم رياضيات روسي يسمى لوباتشوفسكي، وكارل فريدريك غوس درس اللغة الروسية لكي يطلع على الانتقادات التي تعرض لها لوباتشوفسكي في روسيا. وأولر هو عالم رياضيات سويسري كتب باللاتينية وكتب بالألمانية وكتب بالروسية. الجملة التي قرأتها في مقال حول ليونر أولر هي mastered it، يتحدث عن إتقان أولر للغة الروسية بعدما أن هاجر إلى روسيا سنة 1731، ربما هاجر إلى روسيا في هذه السنة. هي mastered it quickly both in writing and in speaking، يعني تمكن من اللغة الروسية في ما هو منطوق وفي ما هو مكتوب. إذن لا تدعي أنك تتقن الرياضيات، وهذا لا يغنيك عن دراسة اللغة العربية وعن دراسة اللغة الفرنسية وعن دراسة اللغة الإنجليزية. أنا يعني شخصيا أعتقد بأن ليس هناك مانع يمنع تلميذ الذي يدرس الرياضيات، ليس هناك مانع يمنعه من دراسة اللغة العربية واللغة الفرنسية. وإذا كنت مجتهدا في اللغة العربية ستكون مجتهدا في اللغة الفرنسية، والعكس بالعكس. هناك قولة يقال بأن كل شيء يمتلئ بما يوضع فيه إلا وعاء العلم، فإنه يتسع به، لأنه إذا درست اللغة العربية هذا لا يمنعك من دراسة اللغة الفرنسية. يعني العقل كبير، يعني العقل ما لا يمكن أن تحجزه أو تحصره في لغة واحدة. وإذا كنت تريد أن تسير في خطى علماء الرياضيات الكبار، كما قلت ينبغي أن تدرس اللغات. وأعطيتك مثال، أعطيتك ثلاث أمثلة، يعني ليونارد أولر توفي سنة 1783، وكارل فريدريك غوس، وأعطيتك مثال جون لوغون دالومبير الذي كان عالم رياضيات وفي نفس الوقت كتب في كتاب الموسوعة، كتب مقدمة الموسوعة، هو كتاب كبير، يعني ليس الموسوع يعني ليس كتابا صغيرا، ليس سطر، ليس صفحة أو صفحتين، وإنما هو كتاب أعتقد بأنه يسمى لانتخدكسيون على الانسيكلوبيدي أو شيء من هذا القبيل.
كتب الكتاب سنة 1751 وكتبه عالم رياضيات لا زلنا نتحدث عنه اليوم، هو جون لورون دالامبير، وهو عالم رياضيات فرنسي. ويعني أعتقد أنني أجبت عن السؤال، يعني الملخص ألخصه في أن أيها التلميذ لا تبحث عن حجة قول بأنني أنا أتقن الرياضيات. أنا شخصيا عشت هذه المسألة، كنت أتقن الرياضيات وكنت أحصل على نقطة عالية في الرياضيات، وكنت أكتفي في اللغة في كنت خطأ كنت أعتقد بأنه لا ينبغي أن أدرس اللغات، اللغة الفرنسية واللغة وحتى اللغة العربية، يعني كنت أعتقد بأن الرياضيات ستغنيني عن ذلك، ولكنها يعني مسألة خاطئة إلى حدود أنني اكتشفت في يوم من الأيام أنني لا أستطيع في أنني لا لس لس ليس لدي مستوى عالي في اللغة الفرنسية. ويعني أنا يعني المسألة الثانية التي أريد أن أشير إليها هي أنه لا يمكن أن تلغي اللغة الفرنسية. على سبيل المثال، يعني هناك مجموعة من الأفكار، من مجموعة من الناس يقولون بأن اللغة الفرنسية هي لغة التخلف. أنا يعني من باب الأخلاق، من باب الأخلاق لا ينبغي أن تقول مثل هذا الكلام، لأن اللغة الفرنسية هي لغة يعني كبيرة جدا، وليس لديك المستوى، ليس لديك مستوى عالي من أجل أن تصدر مثل هذا الحكم. المسألة التي يعني أطلب منك أن تغضب عندما تقال هي أنه عندما يقال لك أن اللغة العربية هي ليست لغة علم، عندما يقال لك أن اللغة العربية هي ليست لغة علم، عن من حقك تغضب؟ ولكن أن تأتي وأن تسطر بقلم أحمر على اللغة الفرنسية بكل بساطة هي مسألة خاطئة. وكما قلت يعني المسألة أخرى هي أن الأدب العالمي هي شيء كبير، يعني لا ينبغي أن يؤخذ بهزل، لا ينبغي أن يحمل محمل الجد. الأدب العالمي هو مسألة كبيرة جدا، يعني لا ينبغي أن نأخذها بهزل وبأن نأخذ باستهزاء، وإنما هي مسألة مهمة جدا ينبغي أن تدرس أيضا. شكرا لك على هذا الجواب، صراحة جواب مقنع وشامل أيضا. وعندما تحدثت عن التطوع ودعوت للتلاميذ أن ينشئوا حسابات، هنا أريد فقط أن أشير إلى أن مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب لديها مشروع يسمى أتطوع وأعرف ببلادي على ويكيبيديا. للمزيد من المعلومات حول هذا المشروع يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا، وستكون لنا حلقة سنتحدث فيها أكثر على هذا المشروع. فقط للإشارة لمن يريد أن يشتغل في هذا المشروع أو أن يتطوع في إطار هذا المشروع، يمكنه التواصل معنا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا. هنا أستاذ مختاري، مؤخرا بدأت العمل في إطار مشروع ويكيبيديا والفن التشكيلي، حدثنا عن تجربتك في هذا المشروع. هو في الحقيقة وأنا يعني لم أكون مختص، يعني ليس لدي دراية كبيرة بمجال الفن التشكيلي، ولكن يعني أحسست، يعني ربما هو إحساس عندما يعني التقيت بأستاذ عمر بشكل إلكتروني، وبعد ذلك في شكل يعني في حقيقي في مدينة إفران، تبين لي بأن هناك شيء. يعني الفن التشكيلي هو ليس مسألة هينة، لا ينبغي أن تأخذ بتلك البساطة وبتلك بتلك الوزن يعني الخفيف. يعني ينبغي أن الفن التشكيلي ينبغي أن يدرس كما يدرس غيره من المواضيع. يقال المصطلح باللغة الفرنسية il faut prendre le sujet à bras le corps، يعني ينبغي أن يدرس. ويعني بحكم عملي في الرياضيات، على سبيل المثال أنا عملت في يعني قرأت كتابا يسمى تاريخ الرياضيات، كتبه كاتب فرنسي وكتيب صغير، وفي الصفحات الأولى من الكتاب يتحدث عن الفن التشكيلي الكلاسيكي، ليس الفن الرسم الكلاسيكي الأوروبي يعني الإيطالي، يعني أثناء النهضة وعلاقته، يعني كيف تمكنوا من
من تقنيات الإسقاط ومن تقنيات الرسم ومن تقنيات الظل وهكذا. إذن موضوع الفن التشكيلي هو موضوع كبير له علاقة بالرياضيات. هذا الشك هذا هذه المسألة. أعطي مثالا يعني بالنسبة للذين يعني يودون أن يعملوا على الرياضيات وفي نفس الوقت يودون أن يعملوا على الفن التشكيلي. أعطي مثالا عيسى عليه السلام عندما يعني لو في لوحة بوي صور يعني لوحة تسمى ربما العشاء أو تسمى الوجبة أو شيء من هذا القبيل، ربما الديني أو لسان، ربما تسمى لسان يعني عيسى يجلس في الوسط وعلى جانبه الأيسر وجانبه الأيمن أصحابه جالسون معه في لوحة كبيرة وفي يأكلون أو يشربون الحساء من حريرة ولا شيء حاجة كما رنش عارف أنا. يعني هناك حصن يعني أن ترسم حصنا هو على شكل دائرة في الحياة اليومية، ولكن كيف تسقطه؟ كيف ترسم حصنا في 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 لوحة فنية؟ هو عملية إسقاط. كيف تسقطه يعني شكل دائري تسقطه وتعطينا على تعطينا شكلا هليليجيا؟ يعني هناك مواضيع يعني تقنية عالية يعني في الرياضيات وفي الإسقاط على لوحة ومسألة الضوء وهكذا. إذن الفن التشكيلي هو موضوع كبير، أنا أعتقد أنه موضوع كبير وسأعمل في هذا المجال أيضا، سأعمل في هذا المجال وأعمله خصوصا من جانب ترجمة الأعمال الفنية العالمية إلى اللغة العربية، لأن أنا يعني من خلال تواجدي في فرنسا على سبيل المثال يعني في لوفر يعني لوحات فنية عالمية يعني موجودة في لوفر هنا في فرنسا، يعني ينبغي أن تدرس وينبغي أن ترجم إلى اللغة العربية، ويعني هي مهمة جدا ويعني هي جزء من الثقافة الفرنسية، جزء من الثقافة الفرنسية. ومن خلال عملي مع الأستاذ عمر علاوي تبين لي بأن في المغرب أيضا هناك فن تشكيلي، وأنا لست مختصا يعني ربما أعتذر إذا كنت قلت كلاما ليس يعني مناسبا في هذا الإطار لأنني لست مختصا، ولكن هو موضوع جميل جدا وشيق. أستاذ مختاري حقيقة الحديث معك شيق جدا، ولا تسعنا حلقة واحدة فقط للحديث وللحديث عن تعريب الرياضيات وعن اللغة العربية وعن اهتماماتك وعن غيرتك وحبك للغة العربية. للأسف وصلنا إلى نهاية الحلقة. ككلمة أخيرة أستاذ مختاري، ماذا يمكنك أن تقول لنا؟ في يعني أنا أطلب من التلاميذ، لأنني أنا شخصيا في بداية الأمر يعني كنت أعمل يعني كان المحرك أعود يعني مع الأسف إلى كلمة هواية، هي كما قلت ليست هواية وإنما هي مسألة هوية، ويعني المحرك الذي كان يحركني هو أنني كنت أعمل من أجل ذلك التلميذ، من أجل أن يذهب وأن يبحث، أن يقوم ببحث في ويكيبيديا في الموضوع الذي طلبه منه ذلك الأستاذ، وأن يجد شيئا جيدا، وأن هذا هو المحرك الذي كان يحركني. والآن يعني في أنا أعتقد بأنه من الناحية الاستراتيجية لا يمكن لي شخص واحد أن يكتب كل شيء، يعني ينبغي أن نبين للتلاميذ، نشير إلى التلاميذ، لأن التلميذ تعطيه إشارة واحدة وهو يقوم بكل شيء، أن نشير إلى ذلك التلميذ بأنه هو أيضا يستطيع أن يحرر في ويكيبيديا. والمسألة الثانية التي أريد أن أشير إليها إلى أن أعرف ببلادي، يعني هذه المسألة هي مسألة مهمة ولكن هي مسألة غير كافية، يعني بعد هذا أن نعرف ببلادي هو بعد من أبعاد العمل في ويكيبيديا، وليس هي لا يمثل جميع الأبعاد. على سبيل المثال يعني كما قلت ترجمة العلوم إلى اللغة العربية هو أيضا منفعة لبلادي، يعني نعم أنا أعرف ببلادي ولكن أريد أيضا أن أترجم العلوم وأن أترجم الثقافة وأن أترجم اللوحات الفنية وأن أترجم العلاقة التي على سبيل المثال يعني أعود إلى الفن التشكيلي جميع المواضيع الدينية، المواضيع الدينية رسمت عيسى عليه السلام حين يعني على سبيل المثال حين يعني صلب وحين أنزلوه من الصليب يعني رسمت هذه اللوحة، هذه اللوحة مرسومة. جبريل عليه السلام عندما يبشر مريم بأنه سيكون لديها غلام، هذا الكلام موجود في القرآن، هذه اللوحة رسمت، هناك لوحة
تبين عيسى عليه السلام وتبين جبريل، وجبريل يبشر مريم في بأنه سيكون لديها غلام، وبأن هناك تقاطعات بين الحضارة، بين الفكر المسيحي والفكر الإسلامي، ويعني هناك مواضيع كثيرة جدا والعمل لا ينتهي. وتعريف ببلادنا هو شيء مهم جدا، ولكنه هو بعد من أبعاد العمل في ويكيبيديا. لا تحصروا، أطلب منكم أن لا تحصروا، أن لا تحصروا العمل في ويكيبيديا على تعريف بالبلاد. يعني ربما كاين هذا البعد، ولكن هناك أبعاد أخرى كما قلت. وشكرا لك. شكرا أستاذ المختاري، شكرا لك على قبول الدعوة وعلى الحديث ممتع معك، شكرا على هذا الحماس الذي تتكلم به وعن اعتزازك بلغتك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية الحلقة، أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم واستمتعتم بها. شكرا لكم مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الكريمات، شكرا على وفائكم. انتهت حلقتنا، ألقاكم في حلقة جديدة وموضوع جديد وضيوف جدد. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.